كم نبي ذكر في القرآن الكريم؟ الأنبياء هم أناس اختارهم الله عز وجل من بني البشر واختصهم بنقل رسالاته الربانية للناس من أجل هدايتهم لطريق الحق وعبادة الله وصلاح أمورهم. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولقد أمر الله البشر بالإيمان بكل رسله وأنبيائهم وبرسالتهم. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم كم نبي ذكر في القرآن الكريم. عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم 25 نبيا، منهم 18 نبيا ذكر فقط في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العظيم. أما السبع الباقون فهم آدم وإدريس وشعيب وهود وصالح وذو الكفل ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام.